السوق الكويتي للتنمية في يوبيله الذهبي برعاية سامية كريمة من لدن حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه. هذا الصندوق الذي تأسس في نهاية ديسمبر من عام 1961 على مدى 50 عاما ليخدم البشرية في الشرق الأوسط وينتقل بعد ذلك لبقاع العالم أجمع. يصل الآن إلى قصر بيان العامر سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه ليفتتح شريط الحفل باليوبيل الفضي للصندوق الكويتي للتنمية. يشاهد حضرة صاحب السمو الآن معرضا مصورا لعدد من الجولات التي قام بها الصندوق الكويتي للتنمية بمساعدة الدول النامية في القارة الأفريقية والآسيوية والأوروبية إلى أن وصل إلى الجنوب الأمريكي. هذا الصندوق الذي افتتح في عام 1961 حيث كان يرأسه في ذلك الوقت سمو رئيس مجلس الوزراء، حيث افتتح أمير القلوب المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ جابر الأحمد الجابر الصباح حين كان وزيرا للمالية والصناعة. فمع النعمة التي حبان الله بها من الذهب الأسود
يدخل الآن سمو الأمير. نستهل حفلنا الكريم بإذن الله بتلاوة آيات من الذكر الحكيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء وما تنفقوا من خير فلأنفسكم وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم. صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حضرة صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، سمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح ولي العهد الأمين حفظه الله، معالي السيد أحمد عبد العزيز السعدون رئيس مجلس الأمة المؤقر، أصحاب السمو ومعالي الشيوخ المؤقرين،
سمو الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، معالي الوزراء المحترمين، الضيوف الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شرفنا حضرة سيدي صاحب السمو أمير البلاد المفدى الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه برعايته وحضوره احتفاليتنا بمرور نصف قرن على إنشاء الصندوق الكويتي للتنمية، أحد أقدم مؤسسات العمل الإنمائي في العالم العربي والدولي، والتي تتزامن مع احتفالات دولة الكويت بالأعياد الوطنية المجيدة. فما الصندوق الكويتي إلا جزء من هذا الوطن العزيز ومن هذه الاحتفالات. يتفضل الآن معالي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء رئيس مجلس إدارة الصندوق الكويتي الشيخ صباح خالد الحمد الصباح بإلقاء كلمته، فليتفضل. بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. سيدي حضرة صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير البلاد المفدى حفظكم الله ورعاكم، سمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح ولي العهد حفظكم الله، معالي الأخ أحمد عبد العزيز السعدون رئيس مجلس الأمة الموقر، أصحاب السمو والمعالي الشيوخ الموقرين، سمو الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، معالي الوزراء المحترمين، الضيوف الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن رعايتكم يا صاحب السمو حفظكم الله ورعاكم لاحتفالنا اليوم بذكرى مرور 50 عاما على إنشاء الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية لشرف عظيم لنا. مرحبين وببالغ الغبطة والسرور بجميع المشاركين في هذا اللقاء المبارك، شاكرين لهم وبتقدير عال تلبيتهم لدعوتنا. سيدي صاحب السمو، بعد نيل البلاد استقلالها في العام 1961 شهد أواخر ذلك العام إنشاء الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية كمؤسسة وطنية لمساعدة الدول العربية الشقيقة في جهودها الرامية لتنمية اقتصادياتها وتحسين الظروف المعيشية لشعوبها. وكانت الكويت في الخمسينات من القرن الماضي وقبل استقلالها قد بدأت إلى تقديم المساعدات لأشقائها في دول الخليج والجنوب العربي في مجالات التعليم والصحة وغيرها، وذلك من خلال هيئة الخليج والجنوب العربي التي أنشأتها الكويت آنذاك لهذا الغرض. إن إنشاء الصندوق الكويتي من قبل دولة نامية وفي وقت مبكر جدا يسبق نحو عقد من الزمن قرار الأمم المتحدة في العام 1970 الداعي إلى قيام الدول المتقدمة بتقديم ما نسبته 0.7% من ناتجها القومي الإجمالي كمساعدات رسمية للتنمية إلى الدول النامية ودعم جهودها لتحقيق التنمية له دلالات خاصة، أخذا بالاعتبار موارد الدولة المتواضعة في ذلك الوقت والحاجة إلى بناء البنية الأساسية الاقتصادية والاجتماعية في البلاد. فالمبادرة إلى إنشاء الصندوق الكويتي تدل على الرؤية بعيدة النظر التي اتسمت بها القيادة الكويتية وإيمانها الراسخ بأن تحقيق الاستقرار والسلام والأمن والعدل بين دول العالم لا يمكن بلوغه دون الوفاء بالحاجات المعيشية الأساسية التي تفتقر إليها شعوب دول كثيرة. وانطلاقا من هذه الرؤى وبواعثها الإنسانية، بارك المغفور له الأمير
الشيخ عبد الله السالم الصباح مبادرة وزير المالية آنذاك المغفور له الشيخ جابر الأحمد الجابر الصباح بإنشاء الصندوق الكويتي، معبرا في ذلك عن إرادة ورغبة الدولة وشعبها في مساعدة الآخرين بدءا بالدول العربية الشقيقة حتى أواسط عام 1974، والتوسع بعد ذلك في نشاط الصندوق ليمتد إلى الدول النامية الأخرى. وأود أن أقتنم فرصة لقائنا اليوم يا صاحب السمو لألقي الضوء على أهم إنجازات الصندوق خلال الفترة الماضية وتطلعاته كشريك في التنمية الدولية خلال المرحلة المقبلة. لقد أدرك الصندوق منذ بداية عمله أن توفر الموارد المالية ضروري للإسهام في تمويل عملياته الإنمائية، ولكن ذلك وحده غير كاف دون توفر المقومات الأخرى لنجاحها في تحقيق أهدافها المرجوة. فكان لابد للصندوق من إنشاء جهاز إداري وفني يضم مستشارين وخبراء في مجالات الاقتصاد والمال والهندسة والقانون لتقديم النصح والمشورة كلما استدعى الأمر ذلك لشركاء الصندوق بشأن ما تتطلبه المشاريع من الإعداد الجيد والتقييم الشامل والتثبت من جدواها الاقتصادية وسلامتها الفنية وإسهامها في تحقيق التنمية بوجه عام. سيدي حضرة صاحب السمو، الضيوف الكرام، يجيز لنا اليوم ونحن نحتفل بالعيد 50 للصندوق أن نشعر بالعزة والفخر لما حققه من إنجازات مشهودة. فلم يدخر الصندوق جهدا في أداء رسالته الإنسانية، فقد تمكن من التعاون مع ما يزيد عن 100 دولة نامية ومدها بالقروض الميسرة بقيمة بلغت حوالي 16 مليار دولار أمريكي للإسهام في تمويل ما يفوق 800 مشروع في قطاعات اقتصادية واجتماعية مختلفة حظيت بالأولوية لدى الدول المستفيدة ذاتها. وفضلا عن القروض الميسرة التي تمثل نشاطه الرئيسي، فإن الصندوق قد قدم العديد من المنح والمعونات الفنية التي تلعب دورا هاما في دعم جهود الدول المستفيدة منها في دراسة المشاريع وإعدادها إلى جانب بناء قدراتها الذاتية، حيث بلغت القيمة الإجمالية لهذه المنح والمعونات الفنية ما يعادل حوالي 370 مليون دولار أمريكي، وذلك فضلا عن قيام الصندوق بإدارة منح من حكومة دولة الكويت بقيمة إجمالية بلغت ما يعادل حوالي 1.2 مليار مليون دولار أمريكي. وإدراكا منه بأن التنمية في الدول النامية قضية تستحق حشد الجهود الدولية من أجلها، فقد رحب الصندوق دائما بالتعاون مع الجهات المانحة بما في ذلك مؤسسات التنمية الوطنية والإقليمية والدولية، والتنسيق معها فيما يتعلق بتمويل المشاريع وتنفيذها وخصوصا الكبيرة منها. وأخص بالذكر في هذا المجال التعاون القائم منذ عام 1975 في إطار مجموعة التنسيق التي تضم في عضويتها الصندوق وشقيقاته مؤسسات التنمية العربية الوطنية والإقليمية والبنك الإسلامي للتنمية وصندوق الأوبك للتنمية الدولية. وقد ركزت هذه المجموعة على التعاون فيما بينها في تمويل المشاريع وتنسيق وتوحيد جوانب عديدة من السياسات والإجراءات التي تسترشد بها في تنفيذ عملياتها الإنمائية، بقي تحسين فعاليتها وإيجاد الحلول المناسبة للمستجدات التي تطرأ عليها. سيدي حضرة صاحب السمو، الحضور الكريم، شهدت مسيرة التنمية خلال 5 عقود الماضية تحديات عديدة، ولم يتوان الصندوق عن بذل كل ما بوسعه في إطار الجهود الدولية لمواجهتها. وأذكر على سبيل المثال أزمة المديونية وما خلفته من صعوبات للعديد من الدول النامية وأضعفت من قدرتها على الوفاء بخدمة ديونها وأدت لعرقلة جهودها الإنمائية. وحينما أطلق البنك وصندوق النقد الدوليين مبادرتهما في عام 1996 لمعالجة مديونية الدول الفقيرة، تجاوب الصندوق دون تردد مع المبادرة رغم أن ديونه المستحقة تتميز بيسر شروطها، وذلك إدراكا منه لأهمية المضي قدما في عملية التنمية. وهناك ما يزيد عن 25 دولة من الدول الفقيرة المثقلة بالديون ومعظمها من الدول الأفريقية استفادت من إعادة جدولة ديونها المستحقة للصندوق وتخفيف أعبائها بموجب أسس المبادرة. وسيستمر الصندوق في مواصلة مساهمته في هذه المبادرة
بتخفيف عبء المديونية عن الدول الأخرى حتى تصبح مؤهلة لذلك بحسب البرامج الدولية الموضوعة للمبادرة. غني عن البيان أن من أهم تحديات التنمية في الوقت الراهن قضية الفقر، فبينما أجمع العالم الآن الأمم المتحدة في عام 2000 لتنمية الأهداف الإنمائية للألفية وفي مقدمتها تخفيض نسبة الفقر إلى النصف بحلول عام 2015، فإن هناك حوالي 1200 مليون نسمة في العالم لا يزالون يرزحون تحت وطأة الفقر، فضلا عن ملايين من البشر الذين لا تتوفر لهم المياه الصالحة للشرب ووسائل الصرف الصحي المناسبة ولا الخدمات الاجتماعية الأساسية كالصحة والتعليم. وبينما كانت الجهود الدولية تبذل في سبيل تحقيق تلك الأهداف، جاءت أزمة الغذاء العالمية في عام 2007 أو 2008 والأزمة المالية العالمية في أواخر 2008 لتضيف تحديات جديدة أمام مسيرة التنمية في الدول النامية. وقد أدت أزمة الغذاء العالمية لتركيز الاهتمام على الظروف والأسباب التي أسهمت في نشوبها، ومن بينها عدم إيلاء الزراعة المكانة التي تستحقها من قبل الجهات المانحة والدول المستفيدة على حد سواء. ويعزز هذا الاستنتاج انخفاض نصيب قطاع الزراعة من إجمالي مساعدة التنمية الرسمية من حوالي 18% في عام 79 إلى حوالي 3.5% في العام 2004. والجدير بالذكر أن الأزمة استنهضت مجدداً عزم الدول على أن تتصدر الزراعة سلم أولويات استراتيجيها للتنمية، مما عزز هذا التوجه ليس فقط اعتبار الزراعة محركاً أساسياً للتنمية، بل أيضاً أنها تمثل النشاط الرئيس في معظم المناطق التي يستشري فيها الفقر، وبالتالي فإن تطوير الزراعة وتنميتها لا قناع عنه كأحد الوسائل الهامة لمكافحة الفقر والجوع والبطالة. وفي هذا السياق ودعما لدور الزراعة في تعزيز الأمن الغذائي، قام الصندوق بتعديل شروط الإقراض لتصبح الأكثر يسرا للمشاريع الزراعية بالمقارنة مع غيرها من المشاريع في القطاعات الأخرى، وذلك فضلا عن زيادة حجم الإقراض بنسبة 25% سنويا كي يتمكن الصندوق من تعزيز مساهمته في تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية. كما أشير باعتزاز إلى المبادرة السامية لسموكم رعاكم الله بإنشاء الصندوق الحياة الكريمة ومساهمة دولة الكويت بمبلغ 100 مليون دولار أمريكي لتعزيز إنتاج الغذاء في دول بأمس الحاجة لذلك. ولا تنحصر التحديات لما سلبها ذكره، فهناك تغيير المناخ وما ينطوي عليه من مخاطر على مصادر المياه والزراعة والأراضي والبيئة بوجه عام. سيدي حضرة صاحب السمو الحضور الكريم، لقد حققت الجهود الدولية الكثير من الإنجازات على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي في الدول النامية خلال الفترة الماضية، إلا أنها لم ترق بعد إلى مستوى طموحاتها، وخصوصا فيما يتعلق بتحقيق الأهداف الإنمائية للألفية، فلا زالت هناك تحديات وصعوبات تعترض إنجازها ولا بد من التغلب عليها، وليس ذلك بأمر عسير إذا ما تضافرت الجهود الدولية وتعاون كافة شركاء التنمية بما في ذلك الدول المانحة والدول النامية ومؤسسات التنمية الوطنية والإقليمية والدولية والقطاع الخاص ومنظمات غير الحكومية والمجتمع المدني لتوفير مقومات التنمية بوجه عام، وما يستلزمه تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية بشكل خاص. ومن بين تلك المقومات توفير الموارد المالية اللازمة واستخدامها على النحو الذي يضمن فعاليتها ويحقق أهداف المشاريع والبرامج الممولة منها، إلى جانب تقديم العون الفني لتلك الدول ومساعدتها على بناء قدراتها الذاتية. أن الصندوق الكويتي إذ يعي تحديات التنمية في المرحلة القادمة، يدرك أيضا أن احتفاله بمرور 50 عام على إنشائه يشكل منطلقا لمرحلة قادمة يستند عمل فيها على خبراته المكتسبة والدروس المستفادة من تنفيذ عملياته السابقة والاسترشاد بها في تعاونه مع شركائه في التنمية. وسيستمر الصندوق الكويتي في جهوده ومسيرته ويعمل على توثيق تعاونه مع الدول العربية والدول النامية الأخرى، ويبذل قصارى جهده في العمل معها لتحقيق ما تصبو إليه من تقدم ورفاهية، وبما يعزز روابط الصداقة بين دولة الكويت والدول التي يتعاون معها الصندوق. ويسرني في هذه المناسبة أن أنوه بأن الإنجازات التي حققها الصندوق حتى اليوم ما هي إلا ثمرة جهود مخلصة وحثيثة بذلها عبر السنوات الماضية رؤساء وأعضاء مجلس إدارة الصندوق ومديروه العامون ومساعدوهم وزملائهم في الصندوق، ولا يسعني إلا أن أتوجه
وأهلهم جميعا بخالص الشكر والتقدير على مساهمتهم القيمة في تحقيق أهداف الصندوق وحرصهم على خدمة وطننا الحبيب ودوام عزته ورفعته. في الختام وجب القول أن هذه الهامات العالية صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أطال الله في عمره المديد، المغفور له بإذن الله الشيخ سعد العبد الله السالم الصباح، المغفور له بإذن الله الشيخ جابر الأحمد الجابر الصباح، المغفور له بإذن الله الشيخ صباح السالم الصباح، المغفور له بإذن الله الشيخ عبد الله السالم الصباح. هامات أحاطت الصندوق بعزيز رعايتها وعظيم عنايتها طيلة 50 عاما في مسيرته المباركة، قد استقرت بكريم فعالها في قلب الضمير الإنساني وحفرت أسماؤها الوضاءة على جبين العمل الإنمائي. وفقكم الله يا صاحب السمو لمواصلة مسيرة البذل والعطاء لتظل الكويت بلد الآمنين وواحة الخيرين ورسالة التقدم والبناء إلى شعوب المعمورة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والآن دعونا نتأمل مسيرة عطاء امتدت لنصف قرن من الزمان، ولنستعرض جهود الصندوق في التنمية في أكثر من 100 دولة تعاون معها حول العالم. مشاهدة طيبة يا صاحب السمو. لأكثر من 50 عاما عمل الصندوق الكويتي على مساندة أكثر دول العالم فقرا، ويعتبر الصندوق الكويتي الذي أنشئ عام 1961 أول صندوق إنمائي يؤسس من قبل دولة نامية. عبد الوهاب البدر هو المدير العام الحالي. عندما بدأنا لم تكن المعونات الدولية أمرا معروفا كما هو الآن، ولكننا قررنا أنها ضرورية لمساعدة الدول العربية الأخرى في المنطقة. حتى الخمسينيات كانت الكويت نفسها دولة فقيرة. تقليديا اعتمد أهلها على اصطياد السمك والغوص بحثا عن اللؤلؤ وعلى التجارة الدولية التي كانت المورد الأهم. كانت السلع تشترى وتباع من العراق إلى شرق أفريقيا والهند وتعود إلى الكويت. تطورت لدينا فكرة الترابط نتيجة لتجارتنا مع الآخرين. أن نكون مواطنين عالميين ليس مفهوما غريبا علينا ككويتيين، فطالما كنا عالميين لأن بقاءنا يعتمد على ذلك. حصلت الكويت على استقلالها في عام 1961 بعد أن كان اكتشاف النفط فيها قد جلب إليها ازدهارا وطنيا وفرصا جديدة. حصلنا على استقلالنا في يونيو حزيران من العام 1961. ثم ما الذي حدث؟ بعد 4 أشهر فقط أسس الصندوق الكويتي. شعرنا أنه يتوجب علينا أن نشارك بجزء من ثروتنا لأننا كنا في الوضع ذاته سابقا. هكذا طورنا شخصيتنا وعلمنا العالم بدورنا. على مر الزمن ارتبط الصندوق بشراكات قوية مع مؤسسات عربية شقيقة، وبالعمل معا توسعت المساعدات لتشمل دولا أخرى فقيرة في أرجاء العالم. لدينا في هذا الوقت مشاريع تعاون مع أكثر من 104 دول، قدمنا القروض ل102 منها، كما لدينا التزامات بحوالي 14 مليار دولار أمريكي ونتطلع لزيادتها. أحد أهم الإنجازات التي حققتها الصناديق ومؤسسات العون العربي قدرتها على التعاون في المشاريع الضخمة وبالأخص مشاريع البنية التحتية. هذه المشاريع غاية في الأهمية لمعالجة بعض القضايا.
في السودان يعيش معظم سكان المناطق الريفية بدون كهرباء، ونتج عن هذا أن ملايين الأطفال ممن هم بعمر الدراسة عانوا من مستوى تعليم متدني وحرموا من الرعاية الطبية. في عام 2002 كان الصندوق الكويتي أول من يلتزم ببناء سد مروي للطاقة الكهرومائية عبر نهر النيل. ما هو حقا مميز هو مشاركتهم المبكرة مما أقنع الآخرين بالانضمام إليهم، لأنهم يثقون بالصندوق الكويتي وأجهزته وتحليلاته وتقييمه للمشاريع. حينها أصبح كل من حولهم أكثر اقتناعا بالمساهمة بالتبرعات وتمويل المشروع. لقد التزموا بمبالغ يزيد مجموعها عن 200 مليون دولار. إن الطاقة المولدة توفر للسودان أكثر من ضعف ما لديها من الكهرباء، وهذا يعني طريقة حياة جديدة للملايين من الناس. إن التزام الصندوق الكويتي نحو السودان يستمر منذ حوالي نصف قرن. تعتبر غامبيا في غرب أفريقيا دولة أخرى محورها نهرها العظيم، ولكن مناخها يتزايد في عدم انتظامه ويهدد دوما مزارعي الكفاف بالفيضانات والجفاف. شيء واحد تحتاجه أفريقيا بكثرة ألا وهو الري. كلما زاد اعتمادك على الأمطار كلما قلت الإنتاجية، لأنك بذلك تكون قد اعتمدت على شيء قد يأتي أو لا يأتي في الوقت المناسب. بالإضافة إلى قنوات الري، مول الصندوق الكويتي شراء جرارات جديدة لتمكين المزارعين من فلاحة مساحات أوسع بكثير من أراضيهم. الآن يمكن للمزارعين من إنتاج محصولين ناجحين كل عام. تعتبر الطرق وسكك الحديد في المناطق الريفية النائية في الدول النامية في غاية الأهمية كوسيلة للتواصل. في فيتنام يعتبر الطريق بطول 42 كيلومترا في مقاطعة كون توم أحدث المشاريع التي يمولها الصندوق الكويتي منذ أكثر من 35 عاما. الآن يمكن للمزارعين الوصول إلى الأسواق والأطفال إلى المدارس دون المشي على الأقدام. حصلت أوزبكستان على استقلالها من الاتحاد السوفيتي السابق عام 1991. في عام 1995 تجاوب الصندوق الكويتي مع طلب لكهرباء خطوط السكك الحديدية. أصبح الآن الذهاب والعودة من طشقنت إلى سمرقنت مدينة طريق الحرير القديمة على بعد 300 كيلومترا في يوم واحد. وفي أرجاء الدولة هناك خطوط جديدة أخرى تدعم التجارة وتثبت أعمدة النمو. أينما كانت الحاجة خلال العشرين عاما الماضية، قدم الصندوق الكويتي دعمه للرعاية الصحية. في عام 1996 قدم الصندوق الكويتي 20 مليون دولار لتمويل المستشفيات والعيادات المحلية في لبنان، كما أنشأ مستشفى يحوي 75 سريرا في محافظة النبطية الجنوبية. وفرت أحدث المعدات في وحدة العناية المركزة لحديث الولادة فرص حياة جديدة لأطفال الولادة المبكرة. فبالنسبة للصندوق الكويتي، أجيال المستقبل تستحق الأولوية. في أحد ضواحي بيروت تفتح مدرسة يوحنا المعمدان أبوابها للأطفال المعرضين للخطر دون أي تمييز بسبب العرق أو الدين. في عام 2006 مول الصندوق جميع تكاليف التجديد وتركيب المعدات الحديثة. حتى هذا التاريخ أسهم الصندوق في بناء 26 مدرسة في لبنان. الكويت وهي دولة نامية تجاوزت مساعداتها باستمرار الهدف الذي أقرته الأمم المتحدة للدول المتقدمة. Oh, stay in my
في عام 1990 اتضحت أبعاد أنشطة الصندوق وتأثيرها على حياة الناس عندما غزت العراق الكويت. الله سبحانه وتعالى له حكمة في كل شيء. ففي الوقت الذي كانت فيه الكويت تتعرض للخطر، عندما كانت عرضة للهجوم والاحتلال، هبت معظم هذه الدول الفقيرة فورا لإعانتنا. لم نطلب ذلك منهم، لكنهم يعرفوننا ويعرفون أي نوع من الناس نحن. كنا قد قدمنا لهم المعونة دون أي شروط. لم نتفق معهم على مبدأ هذا مقابل ذاك، بل أتيناهم برغبة صادقة في تقديم المساعدة. لأكثر من نصف قرن تجاوب الصندوق الكويتي مع من لديهم حاجات ماسة، ودائما ليؤمن لسكان أكثر الدول فقرا مستقبلا يمكنهم فيه أن يعملوا لإنهاء فقرهم. الصندوق الكويتي يساعد الناس على مساعدة أنفسهم. والآن لنشاهد معا أوبريت بعنوان بصمة مضيئة حول العالم، تشارك فيه فرق من مختلف قارات العالم. Hey, 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 hey
ويا مال من يوم فرقك من يوم فرقك اسمي من صدودك عود وهيهات عقبك يسليني ندم وعود اي عيبه كل ما يصد القلب كل ما يصد القلب روحي تقل حود لصاحب محد اللالبة لولة عيائبة وحياة جبريل وحياة جبريل يقولون وعرف بالحكي لولا يا يبا لا ما يقولون حكي بالخلق لولا كنت احكي وياك لكن في الزبيب حوت يا ما محمد اذكر محمد ولا تنسون ابو الفضائل علي زوج البتولين زوج البتولين ابا الحسنين نعم الولي Thank you.
escuché todas partes. Aquí está Tito Duarte. Faltaba yo, Michel Massa, el que la pone donde va. El unicornio.
على امتداد نصف قرن مضى تعاقب على هذه المؤسسة العريقة 4 مدراء ساهم كل منهم في رفعة شأنها وبلوغ مكانتها بين نظيراتها في عالم التنمية بصفة عامة وبين مؤسسات العون العربي والدولي بصفة خاصة. ولكل واحد من هؤلاء جاء اليوم الذي تقول فيه الكويت له كلمة شكر وعرفان. عبد العزيز أحمد البحر هو من الرعيل الأول الذين ساهموا في وضع اللبنات الأولى لبناء دولة الكويت الحديثة. هو أول مدير عام للصندوق حيث اختاره المغفور له الراحل الشيخ جابر الأحمد الصباح رحمه الله عندما كان وزير للمالية أنذاك لإدارة الصندوق عند تأسيسه. مارس عمله في المقر المؤقت للصندوق بمنطقة شويخ بالتعاون مع 3 أفراد آخرين. فكرة المرحومين الشيخ عبد الله سالم الصباح والشيخ جابر الأحمد الصباح، وكان ببالهم بناء فكرة بناء دولة الكويت الحديثة، أرادوا مشاركة أخوانهم العرب لجزء من هذه الثروة. أول بلد بالعالم العربي أو بالشرق يعمل فكرة أن صندوق لتنمية الدول يقوم بمساعدة البنك الدولي تخفيف عنا عباء المسؤولية، يساعد في تحمل المسؤولية. فرحبوا جدا بالفكرة، ما صدقين يعني بالاجتماع لما حضرنا الاجتماع شلون كانت ترحيب الشيخ يابر وتهنيته على المشروع هذا اللي قام فيه. كان أيامها ألقى كلمة الافتتاح باجتماع صندوق النقد والبنك الدولي، الرئيس جونسون كان رئيس الولايات المتحدة. عبد اللطيف يوسف الحمد هو ثاني مدير عام للصندوق الكويتي. شهد عهده التوسع في نشاط الصندوق ليشمل جميع الدول النامية الأخرى بعد أن كان قاصرا على الدول العربية فقط. شهد عهده أيضا أول تعاون بين الصندوق وجمهورية الصين الشعبية، والذي كان بمثابة نقطة جوهرية في مسيرة الصندوق. وكانت مهمة الصندوق في ذلك الحين، مهمة الإدارة في ذلك الحين، بناء الهيكل الذي يقوم بعمل الصندوق وبناء السياسات التي تسير عليها ووضع القواعد الأساسية للتقاليد اللي أنا فخور جدا الآن بعد مضي 50 سنة أنه ما زالت إدارة الصندوق متمسكة فيها وبرهنت على فعاليتها. والصندوق الحمد لله الكويتي مستمر بموارده الذاتية حتى، ولم يكلف دولة الكويت أكثر من استثمار الذي وضع فيه بالأساس الذي يتعدى 100 مليون دينار، وأصبح اليوم له دور أساسي وزاد رأس ماله من موارد ذاتية ومن دخولاته ويمول نفسه ذاتيا. في أواخر 73 وأول 74 كلفني الله يرحمه الشيخ جابر، وقتها كان رئيس وزراء، بالقيام بجولة في الدول الأفريقية لاستقصاء الحقائق هناك واحتياجاتهم بالنسبة للتنمية الاقتصادية. وراحت بعثة من الصندوق الكويتي، رجعنا وأوصينا أن يكون هنالك صندوق مماثل للصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية لدول الغير عربية، ورفعنا تقريرنا إلى الشيخ جابر الله يرحمه، فقال ليش إحنا نعمل صندوق ثاني مدام عندنا صندوق واحد؟ قال من باب أولى أن نزيد إمكانيات الصندوق الكويتي ونوسع نشاطه ومجاله في العمل في الدول النامية الأخرى بدون أن نخلق صندوق آخر، لأن كفاءات البشر عندنا محدودين وما تعني شيء هذا بإمكانها. قلت له والله طال عمرك هو عين الحكمة. فيصل عبد الرزاق الخالد هو ثالث مدير عام للصندوق الكويتي. ساهم في تطوير أداء الصندوق وشهد عهده زيادة رأس مال الصندوق ليصل إلى 2000 مليون دينار كويتي. ارتفع عدد الدول المستفيدة في عهده إلى 65 دولة. الفترة اللي توليت فيها أنا إدارة الصندوق جاءت متواكبة مع حدثين مهمين. الأول هو زيادة رأس مال الصندوق من
900 مليون إلى 2000 مليون، من 1000 مليون إلى 2000 مليون دينار كويتي. شيء ثاني هو مثل ما تفضلت توسعة قاعدة انتشارة ليضم دول الأسيوية بالإضافة إلى الدول العربية والدول الأفريقية التي سبق وانضمت بعد الزيادة الثانية لرأس المال الصندوق. الصندوق الكويتي دور تنموي وليس الربح والاستثمار المباشر ومن ثم جلب الأرباح. الفائدة التي تعود على الصندوق الكويتي والكويت والسياسات التي اتبعتها الكويت هو كسب الصداقات والولاءات ومن ثم والذي استفدنا منها خاصة أيام يعني الأزمة التي مرنا فيها. بدر مشاري الحميضي هو رابع مدير عام للصندوق الكويتي، أدار الصندوق خلال الفترة الأصعب من تاريخه وهي فترة الغزو، حيث أنشأ مقرا مؤقتا في لندن واستمر في نشاطه، وشهدت تلك الفترة توقيع 7 اتفاقيات جديدة. شهدت فترة توليه للمنصب اكتمال تغطية رأس مال الصندوق في موارده الذاتية. أيضا كانت فترة صعبة ما هي سهلة. أولا فترة التي ابتدأ فيها الموارد المالية للكويت تقل، وبالتالي توقفت الدولة عن سداد حصتها في رأس مال الصندوق الكويتي. ثانيا ذلك الوقت حصلت فترة الغزو، فهي فترة صعبة كذلك انك انت تعيد نشاط مؤسسة بدولة تحت الاحتلال. انا فاكر خرجت من الكويت في اواخر اوغست 1990 وذهبت الى الطائف حيث كان سمو الامير والحكومة في ذاك الوقت، وعلى طول جتنا تعليمات ان نريد ان يستمر الصندوق كأحد مؤسسات دولة بالعمل، لأن حنا إذا فقدنا الأرض فما فقدنا الشرعية وما فقدنا الهيكلية. مؤسسة مدت يد التعاون لمجموعة كبيرة من الدول واستطاعت تخدم قضية الكويت بشكل أساسي خلال فترة الغزو والاحتلال. الشيء الآخر، هذه المؤسسة أثبتت أنها مؤسسة أديرت بشكل جيد، ولولا ذلك ما زادت مواردها من 4 مليار دينار إلى 4 مليار دينار. الآن يتفضل حضرة صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه بتكريم المدراء العامين الذين تعاقبوا على إدارة الصندوق منذ تأسيسه وحتى اليوم، وبمعية سموه معالي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء رئيس مجلس إدارة الصندوق الكويتي الشيخ صباح خالد الحمد الصباح ومدير عام الصندوق. فليتفضل العم عبد العزيز أحمد البحر. فليتفضل السيد عبد اللطيف يوسف الحمد.
فليتفضل السيد فيصل عبد الرزاق الخالد. فليتفضل السيد بدر مشاري الحميضي. ويمتد التكريم إلى نواب المدراء العامين السابقين. فليتفضل السيد محمد عبد الرحمن الشارخ الذي أناب عنه ابنه عبد الله. فليتفضل السيد ناصر مساعد الساير. فليتفضل السيد عبد المحسن يوسف الحنيف. فليتفضل السيد خالد عبد العزيز الشلفان. شكرا أميرنا الغالي، الكلمات لا تكفي للإعراب عن سعادتنا بتواجدكم بيننا في هذه المناسبة لتكريم هذه المؤسسة. فلتتفضل سموك لتقبلوا من نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء رئيس مجلس إدارة الصندوق الكويتي
الشيخ صباح خالد الحمد الصباح ومدير عام الصندوق ونوابه وجميع المكرمين وأسرة الصندوق هذا التكريم، وهو عبارة عن شجرة سدرة متجذرة، وهي كمسيرة الصندوق في العمل التنموي. وتتشكل هذه القطعة الفنية من مخطوطة 104 دول حول العالم ساهم الصندوق بها، وهي محفورة في الكريستال. الآن فليتفضل سمو ولي العهد الأمين حفظه الله ليقبل من أسرة الصندوق هذا التكريم. أما الآن فليتفضل نواب المدير العام الحاليين لأخذ صورة تذكارية مع حضرة صاحب السمو الأمير حفظه الله ورعاه وسمو ولي عهده الأمين والمكرمين في هذا الحفل. فليتفضل الآن حضرة صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه وسمو ولي عهد الأمين في أخذ مكانهما بالحفل، ليعزف النشيد الوطني لدولة الكويت إذانا بانتهاء هذا الحفل الكريم.
الله.